للوقوف على آخر التطورات في ملف انفجار ميناء بيروت وما وصلت إليه التحقيقات حول المتورطين بهذه الفاجعة الإنسانية، ينضم إلينا السيد علي شندب، الكاتب والصحفي من مدينة طرابلس اللبنانية. مرحبا بك أستاذ علي شندب. المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أقام دعوى قضائية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص. يعني هل ثمة وجاهة في هذه التهمة لحسان دياب؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولمشاهدي الرافقين. أهلا بك أستاذ. في الحقيقة سبق للمحقق العدلي أن توجه بكتاب إلى المجلس النيابي بهدف ملاحقة عدد من المسؤولين، منهم نواب ومنهم رؤساء حكومات سابقون، بهدف ملاحقتهم، لكن المجلس النيابي رد طلب القضاء اللبناني لأنه مخالف للأصول ولا يحترم الفصل بين السلطات. لكن البرلمان اللبناني بالمقابل لم يضع يده على ملف قضية تفجير المرفأ، فبقي الأمر ملك صلاحية المحقق العدلي. هناك أكثر من وجهة نظر في الموضوع، يجتهد الفقهاء الدستوريون في لبنان في الأمر، لكن ثمة تسليم بأنه نعم يحق للمحقق العدلي الادعاء على أي مسؤول، لكن الغريب في الأمر أن المسؤول الحقيقي الذي أعلن أنه على علم بهذا الموضوع هو رئيس الجمهورية، وبالتالي اليوم لماذا لم يدعي أو لم يطال الادعاء الخاص بالمحقق العدلي رئيس الجمهورية الذي ادعى أنه اطلع على هذا الملف لكن ليس لديه صلاحيات لمعالجة قضية في المرفأ، علما بأنه يبدو اليوم هو بمثابة القائد ما فوق الأعلى لجميع الدوائر والقوى والإدارات العامة في البلد. الحقيقة أن منصب رئاسة الحكومة يراه أهل السنة في لبنان بأنه بات ملطشة ونوع من مكسر العصا، لكن دعني أقول شيئا مهما، وهو أن حزب الله استبق دعوة المحقق العدلي بالادعاء على بعض الشخصيات والأحزاب في لبنان، ومنهم بهاء الحريري وفارس سعيد و موقع القوات اللبنانية، لأنهم اتهموه بالمسؤولية عن تفجير المرفأ. عملية تكبير المستهدفين بالادعاء في قضية المرفأ من شأنها أن تهشم الوضع اللبناني، وقد تذهب به إلى منطلقات خطيرة جدا، لأن رؤوس المستهدفة في الاستجواب والتحقيق هي رؤوس كبيرة جدا، وبالتالي هي رؤوس قادرة على عدم الامتثال أمام القضاء اللبناني، سيما وأن هناك وزيرين اليوم، اثنين من الذين دعا عليهم المحقق العدلي وهم علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، هم من الذين فرضت عليهم عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتهم الفساد والإرهاب. طيب، يعني الإهمال الحكومي ليس فقط هو سبب هذا الانفجار كما جاء في لائحة الاتهام ضد دياب ووزرائه الثلاثة، إنما هناك أيضا مسؤولية الفساد الحكومي ونظام المحاصصة السياسية في التسبب بهذا الانفجار الذي أودى بحياة مئات المدنيين. هذه أيضا وجهة نظر، يعني يراها الكثير أنها وجهة نظر منطقية. هل ترى أن هناك تصفية، ربما تصفية حسابات سياسية تقف وراء اتهام دياب وحكومته بالمسؤولية عن هذا الانفجار، وأن القضية ليست قانونية جنائية بحت؟ بدون شك المتفجرات النيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وجودها يعود لسنوات طويلة، وعندها لم يكن حسان دياب في السلطة. حسان دياب له بضعة أشهر أتى بسبب احتجاجات ثورة 17 تشرين، وبالتالي هناك، وأنا شخصيا من الذين يجزمون بأن الرجل ليس على كفه فساد، ربما على كفه تقصير، ربما على
سيما وأنه لم يحظى بالتغطية من الطائفة السنية، وبالتالي هو ممن ساهموا بتحويل موقع رئاسة الحكومة إلى ملطشة. الأمر في لبنان يعني وكأن هذه الادعاءات وتكبير الأحجار والأرقام والمتهمين تهدف إلى التغطية على الفعل الحقيقي، وهو حزب الله بصفته الناظم للحياة العامة والموجود في المرفأ وفي غير المرفأ. وبالتالي انظر الآن، تتهم رؤساء حكومات قضائيا أتكلم، يتهم وزراء يتهم، لكن لا قضائيا لا يوجد اتهام لحزب الله، وهنا بيت القصيد. يعني مع بقاء معادلة الفساد الحكومي والمعادلة السياسية الطائفية، ما الذي يمنع عدم تكرار مأساة ميناء بيروت في المستقبل؟ لا شيء يمنع سيدي، وحضرتك في السؤال السابق تحدثت عن المحاصصة الطائفية. لبنان ليعلم القاسي والداني بأنه بات جثة متحللة، والصراع الآن هو على كفن هذه الجثة. الطبقة السياسية تريد أن تتحاصص ثمن على تتحاصص كفن الجثة اللبنانية. نحن في جمهورية الأشلاء اللبنانية مصابون بطبقة سياسية يعني أين منها المغول والتتار، أين منها كل طواغيت الأرض، إنها كارثة حقيقية بالمعنى الأخلاقي وبالمعنى السياسي للكلمة. هم الآن يتقاتلون ويتحاصصون على 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 كفن الجثة اللبنانية. أيضا موضوع ماكرون ثبت بأنه طفل صغير لا يفقه شيئا في السياسة، يعني لو أنه استشار أحد من القيادات مثلا السورية بصفتهم خبيرين بالملف اللبناني لاستطاع أن يتقدم خطوة. إن مبادرته سحقت في لبنان، واليوم أصبحت هذه المبادرة ملك أوروبا، الاتحاد الأوروبي، وخصوصا الألمان الذين لهم مقاربات مختلفة، على الأقل ليس لديهم ذات النزعة الاستعمارية الموجودة عند فرنسا وبعض دول أوروبا. إذن نستطيع القول، إلى أي مدى نستطيع القول أن انفجار مرفأ بيروت هو أحد مخرجات نظام المحاصصة في لبنان؟ بدون شك هو نتاج نظام المحاصصة بالكامل. مرفأ بيروت نتاج التسيب. هناك أجهزة أمنية وقوى عسكرية يصرف عليها بمئات ملايين الدولارات سنويا، وهي موجودة في المرفأ، وهي تعلم بأمر شحنات النترات الأمونيوم، ولكنها لم تستطع لا تسفيرهم إلى الخارج، ولا منع دخولهم إلى المطار، ولا منع انتقال إلى المرفأ، ولا منع انتقالهم من المرفأ إلى خارج المرفأ برا، ممكن إلى دول الجوار باتجاه سوريا أو غيرها. وبالتالي هناك منظومة سيدي الكريم محاصصة. نعم، الناظم العام لنظام المحاصصة، أعود وأكرر وأقول وأشدد، حزب الله رغم الضغط الذي يمارسه على كل من يلفظ اسمه اليوم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي شندب، الكاتب والصحفي، كنت معنا من مدينة طرابلس اللبنانية عبر سكايب.